حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة المقاولون العرب ومضايفه إسترن كومباني في الجولة 18 من الدور الممتاز. بتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14، بينما وصل إسترن كومباني إلى 11 نقطة في المركز 17. وفي البطولة نفسها تغلب فاركو على ضيفه فيوتشر بهدف نظيف، وبهذا الفوز رفع فاركو رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد فيوتشر عند 28 نقطة في المركز الرابع. ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث يستضيف الزمالك غدا فريق إنبي، بينما يحل الجونة ضيفا على سيراميكا كليوباترا. أعلنت رابطة الأندية عن زيادة عدد الجماهير إلى 5000 مشجع لكل مباراة بدلاً من 2000 مشجع، وذلك بداية من مباريات الدور الثاني بالدور الممتاز. وقررت رابطة الأندية خفض سعر التذكرة الموحدة من 100 جنيه إلى 75 جنيهاً، وذلك في إطار التيسير على الجماهير لحضور المباريات. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهد التشكيل المثالي تواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي، وهم محمد الشناوي وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو. وكان الأهلي قد تغلب على وفاق سطيف الجزائري 4 أهداف دون رد في ذهاب نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب. وأوضح الاتحاد الإفريقي أنه تلقى عرضين من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن الاتحاد السنغالي سحب بعد ذلك عرضه. وأضاف كاف أنه منح المغرب استضافة مباراة نهائية دوري الأبطال، والتي ستقام يوم 30 من مايو الجاري. انطلقت بالقاهرة منافسات بطولة كأس العرب الأولى لدرجات المضمار، والتي تقام في الفترة من 9 وحتى 11 من مايو الجاري بمضمار القاهرة الدولي للدرجات بمشاركة 6 دول. وتشهد البطولة سباقات في منافسات الرجال والشباب والإناث والشابات، حيث تقام 7 سباقات في كل فئة من تلك الفئات على مدار أيام البطولة. طفرة رياضية جديدة على أرض مصر باستضافة بطولة كأس العرب الأولى لدرجات المضمار، والتي انطلقت منافستها اليوم بمشاركة 6 دول عربية، وذلك بعد الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة وانطلاقها على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الذي يعد أحدث مضمار لسباق الدراجات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط. مصر دايما بتحتضن البطولات العربية والأفريقية بقوة، وبالذات في الدراجات. انت شايف بعد انشاء والانتهاء من انشاء اكبر مضمار في افريقيا وفي الوطن العربي واحدث مضمار للدراجات، ابتدينا يعني نحتضن كل البطولات. ليس بغريب على مصر، والاتحاد المصري استضافت البطولات، سبق ان استضاف بطولة العالم وبطولات عربية كبيرة، وهذا ما عهدناه في الاخوان في مصر دائما. يعني الحمد لله اليوم صح العدد تقريبا 6 أو 7 دول المشاركين، لكن فرصة طيبة لأبنائنا العرب للتنافس فيما بينهم. البطولة استعد لها اللاعبون المشاركون ليتنافسوا بشكل فردي وجماعي، ويسجلوا أسرع وقت على المسافة المحددة من نقطة البداية على مختلف أنواع السباقات، وسط تدريب وتأهيل كامل، خاصة في ظل التطور الكبير التي تشهده رياضة الدراجات بالوطن العربي. في عندنا كذا سباق، في مثلا سباق السرعة ده بيبقى بالزمن، في سباق المطار بالإليمينيشن ده بيبقى آخر واحد بيبقى موجود بيطلع، في كذا نوع من أنواع السباقات اللي موجودة، مش نوع واحد بس. بطولة كأس العرب الأولى تعكس ثقة الاتحاد العربي في تنظيم مصر لهذه البطولة لنجاحها بشكل يليق بمكانتها، خاصة باعتبار أن هذا المضمار أنشئ على أحدث النظم والتقنيات العصرية التي تتلائم مع المعايير والمواصفات الدولية.
بطولة كأس العرب الأولى تأتي بعد استضافة مصر لبطولة العالم للناشئين في دراجات المضمار العام الماضي، لتكون امتدادا لسلسلة البطولات الرياضية الكبيرة التي تستضيفها مصر، لتؤكد قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة باعتبارها بلد الأمن والأمان. محمود جميل، التلفزيون المصري. وصلنا إلى ختام أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى يوسف ورغدة. شكرا لك دينا.